رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. في هذا العمل الوثائقي نقدم لكم عن واحدا من أهم الفتوحات الإسلامية. بالرغم من تلك الأحداث العسكرية التي تم ذكرها في الحلقة الماضية، استمر السلطان محمد الثاني في حصار القسطنطينية. لذلك جاءت فكرة عبقرية للسلطان محمد الثاني، أدرك من خلالها أن تحقيق النصر وفتح مدينة القسطنطينية يتم ذلك عن طريق نقل السفن من مكانها في خليج البوسفور إلى خليج القرن الذهبي دون أدنى محاولة لمهاجمة السلاسل المانعة للسفن. استطاع من خلالها نقل أكثر من 70 سفينة عثمانية من خليج البوسفور إلى خليج القرن الذهبي، حيث أمر جنوده بقطع الأشجار وتحويلها إلى ألواح خشبية ودهنها بالشحوم والزيوت لنقل السفن إلى البر، ويتم جرها بالتيران والرجال على تلك الألواح مع بقاء أشرعة السفن للاستفادة من قوة دفع الهواء في زيادة سرعة جر السفن على الألواح الخشبية. نهاية شهر إبريل استطاع محمد الثاني في تحقيق غايته، وعندما علم الإمبراطور قسطنطين اندهش من ذلك الأمر، وأيقن أن القسطنطينية لا أمل لها في أي محاولة للدفاع عنها. وكانت هذه ضربة قاسمة من السلطان محمد الثاني للإمبراطور، ونجح السلطان محمد الثاني في تنفيذ خطته والسيطرة على المدينة. فقسم قواته البرية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يتكون من فرقة جنود الأناضول تحت قيادة إسحاق باشا ومهمتها اقتحام المدينة. أما القسم الثاني يتكون من فرقة الجنود غير المنظمين ومهمتها التعامل مع أسوار المدينة المطلة على خليج القرن الذهبي. أما القسم الثالث كان يتكون من جنود الإنكشارية، وبدأ الهجوم بالقوة الضاربة للجيش العثماني. استطاعت القوات العثمانية من الاستيلاء على الصف الأول من الحصون الأمامية، فانسحب القائد الصليبي جستينيان، وعندما رأته جنوده انسحبت من أرض المعركة. وعندما شهد الإمبراطور انسحابهم شعر بالخوف والرعب، وأصبح ذلك في صالح القوات العثمانية. فانتهز السلطان محمد الثاني الفرصة واستخدم سلاحه الجريء، وعبارة عن قنابل قادرة على عبور الأسوار وتقع في منتصف المدينة، تم استخدامها لأول مرة في العالم. وفكرة هذا المدفع هي فكرة المدافع التي تستخدمها الجيوش حاليا. واستطاع العثمانيون اقتحام خط الدفاع الأول والثاني للمدينة، وشعر قسطنطين أنه فقد القسطنطينية. واستطاع أحد جنود الإنكشارية من توجيه سهم اخترق رأس الإمبراطور فسقط أرضا. وهناك رواية أخرى عن مقتل الإمبراطور، وهو أن قام بقتال ثلاثة من جنود الإنكشارية دخلوا عليه خيمته. استطاع أن يقتل الإمبراطور اثنين، أما الثالث نجح في إصابته إصابة بليغة مات فيها الإمبراطور. وبذلك سقطت مدينة القسطنطينية ودخلها السلطان محمد الفاتح. أما عن وفاة السلطان محمد الفاتح، قد توفى في اليوم الثالث من شهر مايو عام 1481 ميلاديا نتيجة اغتياله بالسم على يد طبيب يهودي يدعى يعقوب. وعندما علم البابا فرح فرحا كبيرا، وأمر بدق نواقيس الكنائس لمدة ثلاثة أيام. فكان فتح القسطنطينية نصرا وفتحا مبينا رفع مكانة الدولة العثمانية، ومهد الطريق لنشر رسالة الإسلام في أنحاء أوروبا، وتوسعت الانتصارات التي أطالت من حكم الدولة العثمانية قرونا وقرون. إلى هنا ينتهي هذا المقطع. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس تشجيعا لنا، ودمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.